صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كافل المختار خير الخلق فخر الكائنات وأبو الاثني عشر من بعده الأطهار الهداة. جددوا جددوا العهد بعم المصطفى رمز الوفاء. وعلى روح أبي طالب نهد الصلوات. صل على محمد وآل محمد ووفر بلطفك نيتي وصحح بقدرتك يقيني واستصلح بما عندك ما فسد مني. هدية إلى روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا وشفيعنا أبي عبد الله الحسين، أرواحنا له الفداء، ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. كمقدمة للحديث، يقول الحكماء: يجب التنسيق بين الظل وبين ذي الظل. ذي الظل يعني شنو؟ كلما تراه في الظل يحكي عن ذي الظل. في المجال المادي المثال واضح، إنسان يمشي في أشعة الشمس، هذا حاط على رأسه افرض نوع من الطربوش الخاص. الصورة اللي انتم تشوفون انسان مع طربوش. اذا حاط على رأسه مثلا غترة، تشوفون بالظل صورة انسان مع غترة، وان كان اصل ذي الظل، يعني اصل الانسان انت ما تشوفه، انت تشوف الظل
الظل يحكي بما في ذي الظل. مسألة واضحة. فلما تشوف لك ظل نخلة تقول هنا أنا أكو نخلة، لا شفت ظل شجرة شجرة، وهكذا أكو تنسيق وتناسب بين الظل وبين ذي الظل. هذا في المجال المادي واضح. الحكمة تقول بأن الإنسان جوارحه وجسمه ظل نفسه. الإنسان الذي ينوي الطيبة هاي تظهر على جوارحه، يعني تشوف إيده طيبة لأن قلبه طيب، نيته طيبة، بالإيد ما يضرب أحد، ما يظلم أحد. ويقول رسول الله: من لطم مؤمنا على وجهه بدد الله لحمه وعظمه يوم القيامة في نار جهنم. ما إلك حق، الله منطيك إيد، هاي الإيد الله ما منطيك إياها حتى تظلم، حتى تضرب. هذا الإيد حتى تمسح على رأس الناس، تمسح على رأس أولادك، تمسح على رأس اليتيم، وهكذا. أكو تناسق، دققوا إخواني المقدمة علمية شوية، بين الظل وبين ذي الظل. إذن الإنسان الذي يحكي الكلام الطيب هذا نفسه طيب، واحد يشتمه بالمقابل ينطي كلام حلو كلام طيب، ما يقابل الإساءة بالإساءة بل يقابل الإساءة بالإحسان. عصام بن المصطلق قابل إمامنا وسيدنا الحسين سلام الله عليه الدعاية الأموية المضللة، دعاية ما تدون شو تسوي إخواني، الدعاية تجعل من الحسين ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، رجل كافر خارجي يجب قتله وسحق جسده تحت سترابك الخير، هاي الدعاية، هاي الدعاية. والدعاية تجعل من يزيد الفاسق الفاجر الخمار ابن الحرام خليفة الله على الأرض، هاي الدعاية. يعني لتشوفون كان ولا صار، تجعل من هارون العباس الفاسق الخمار خليفة الله، وتجعل من الإمام موسى بن جعفر المظلوم إنسان خارج عن الدين ويقتل، وهكذا. فالعصام بن المصطلق متأثر بالدعاية الأموية، اجى مطول شواربه دخل المدينة وراء الحسين، والحسين سلام الله عليه بالمدينة، يعني لا نقلل شخصية الإمام، الإمام بالمدينة كان قوي صراحة، كل عشيرة بني هاشم وياه، وبنو هاشم علويون والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود، وما كانوا ناس ضعفاء. الحسين عليه السلام ريحانة رسول الله، وجهه كفلقة قمر طاهر نظيف، ده يمشي وما عنده شغل وياه. أصحاب ابن المصطلق جاي من الشام وقف بوجه الحسين وبدأ يشتم ويسب بدون مقدمة، أنت كذا أنت كذا أنت أبوك، كلام ما ينقال. الإمام عليه السلام يدري هذا الدعاية مضللته، ما عنده خبث ذاتي. الإمام استمع، أطرق برأسه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما ما يعني يقول سلام، يعني يسكت، أنا سلم وياك ما عندي حرب وياك. بعد ما خطب الإمام عليه السلام ابتسم قال له: أراك غريبا، هون عليك، شبيك صاير حمقي شوي، هون، إن كنت غريبا آويناك، إن كنت جائعا. قلت ليش تصيح بابا؟ الشعب ليش يصرخ؟ الشعب لو جوعان، لو بيت ما عنده، لو مشكلة عنده انطوهم. يعني احنا ليش عندنا مشكلة الآن بالعراق، مشكلة شيء اسمها سكن؟ ليش الناس ما عندهم بيوت؟ ليش الناس أكثرهم قاعدين إيجار؟ هذا رسول الله، أنتم مسلمين لو مو مسلمين، يا رئيس جمهوريتنا، يا رئيس وزرائنا، يا وزرائنا مسلمين إن شاء الله، إن شاء الله تشهدون الشهادتين. رواية بإجماع المسلمين سنة وشيعة أن رسول الله قال: الأرض لله، الأرض ملك الله، ملك الله، وبعد الله لمن؟ ولمن عمرها، اللي يعمر الأرض إله ملكه. هاي الصحاري إلى ما شاء الله، منا نصعد إلى شمال العراق، منا نروح إلى جنوب العراق، كلها أراضي صحاري طايحة، انطوهن للناس، مو ملككم حتى أقول انطوهن، خلي الناس يعمروها. ممنوع ممنوع، هاي شنو المشكلة هاي؟
انا اروح ودك وسط الصحراء 20 30 100 متر حجر اقعد فيه ممنوع، 500 الف مشكله يطلعوا لك، وكلها مشاكل من الاستعمار. يا اخي خلوا الناس يعيشون، الارض لله ولمن عمرها. ليش الشعب يصيح جوعان؟ اعطوهم اكل، احنا ما عايشين في بلده فقيره. زين خلوا الناس يزرعون، خلي الناس يشتلون، خلي الناس يستفيدون من الاراضي بدون قوانين مؤذيه ممنوع. الامام الحسين كانه دي يحل هاي المشكله. ليش تتصيح؟ ليش تسب؟ ان كنت غريبا اويناك تفضل بيت موجود، ان كنت جائعا اشبعناك، ان كنت مدينا قضينا عنك دينك. ليش تصيح؟ مو هذا رسول الله قال من مات، هاي قوانين رسول الله ما تموت، ان شاء الله يجي صاحب لي يوم من الايام يطبقها. من مات وترك كلام رسول الله، من مات وترك ارثا فارثه لورثته، او من مات وترك مالا فماله لورثته، ومن مات وترك دينا فدينه علي والي، كلام رسول الله يعني على بيت مال المسلمين. رجال مات مديون بيت المال لازم يعطي ديونه، عنده اموال مليارات لورثته، حكومه تاخذ عنده ولا درهم واحد ضريبه، هذا قانون رسول الله. ليش تصيح؟ ان كنت جائعا اشبعنا، ان كنت غريبا اوينا. اصاب من المصطلق هذا الكلام الذي دي يسمعه، هو لسان ظل نفسه، سب شتم، بس هو شاتم انسان حسب ظهره خارج عن الدين. فالدور هالشكل انهار، قال سيدي عفوا عن غير شكل شان قايلين، كنت انت وابوك اعدى الناس في عيني، والان اصبحت انت وابوك احب الناس في عيني. انت كنت عدو، الان بكلمتين. اكو تناسب بين الظل وبين ذي الظل. اذا اذا واحد قال فت كلمه نابيه، هذه طالعه من قلبه. اذا واحد نوى راح برجله الى مجلس ديني، انت اليوم بعد الافطار نويت ان شاء الله تروح الى مجلس الامام الحسين سلام الله عليه، الله وفقك. واحد منوى يروح الليله الى نعوذ بالله مجلس المخدرات، هذاك بيروح، هذاك مجلس فسق، هذا مجلس دين. اذا اكو تناسق بين الظل وبين ذي الظل. زين ما اخذ وقتكم هذا البحث، هذا كان كمقدمه علميه. نجي الى كلمات امامنا وسيدنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم وفر بلطفك نيتي. اولا انا ما عندي، زين العابدين امام حجه الله يقول انا ما عندي شيء من نفسي حتى اعتمد على نفسي، انا اعتمد على لطفك يا رب. لطفك، اللطف يعني الرفق، اللطيف يعني الرفيق الصديق. الهي برفقك بعطفك انت وفر لي نيتي. وفر يعني شنو؟ وفر يعني الهي اعطني النيه الكامله في جميع مجالات الحياه. صاحب النيه الكامله الصحيحه الذي الله يساعده ان شاء الله، اولا العوامل شنو؟ العامل الاول الاخلاص، انما الاعمال بالنيات. اذا واحد قلبه مخلص الله يوفقه. لا تنسون شباب احفظوا هاي الكلمه، قال امير المؤمنين، قال امير المؤمنين حقيقه الكلمه دائما استفيد منها بحياتي. الامام عليه السلام يقول فلما علم الله منا الصدق انزل علينا النص. احفظوها، انت في اي عمل اللي تروح صادق او كاذب، انت تريد تدرس تصير محامي، شنو قصدك تصير محامي؟ من المحاماة طلع فلوس لو تدافع عن الضعيف. اذا تصير محامي لكي تدافع عن الضعيف الله ينصرك. اذا تصير تاجر شنو قصدك من التجارة؟ انت تاخذ لك فرد ربح معقول، الباقي تخدم الناس، تجيب اشياء اللي ما موجودة بالعالم صعب، انت تقدر عندك رأس مال تجيب تبيع للناس. اذا هاي نيتك، أو نيتك توفر على، البارحة بالليل قريت لكم الرواية، توفر على أطفالك، توفر على أهلك، يعيشون عيشة شريفة، لا يمدون إيدك هم لغيرك، ممتاز. الله يوفقك. فلما علم الله منا، الله يدري بقلبي شنو الصدق، أنزل علينا النصر.
ليش تريد تتزوج؟ اريد اتزوج، هم يستر على بنت الناس، هم يستر على نفسي، اخليها ملكه بيتي، اخليها حجيه بيتي. الله يوفقك. اكو واحد، انا ما اقول، رسول الله يقول، رسول الله يقول اذا واحد تزوج ونيته ان لا يعطيها المهر، ياخذها بنت الناس، يضغط عليها، ياذيها، الى ما تقول يبا طلقني ما اريد مهرك بإلك، بس طلقني. هذا كتب عند الله زانيه. هذا من اول يوم ما كان قصد الحياه، كان قصدي يريد يتونس كم يوم وبعدين ياذي ابني حتى تقول طلقني. شنو النية؟ النية إذا كانت لله، عد الله يوفقك، الله يعطيك الذرية الطيبة، الله يعطيك الرزق، تزوجوا للرزق، يقول رسول الله فإن فيهن البركة، البركة أن واحد يتزوج، ممتاز. النية شنو؟ هاي النية موفر بلطفك إلهي، لأن هاي النية ممكن تتذبذب، التذبذب، القرآن يقول مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله شو يقول؟ يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شنو النية؟ من أول العمل، البارحة بالليل أصور كان عندي إشارة بالعبادات، النية لازم تكون من نقطة الصفر إلى نقطة الانتهاء. إذا واحد ثانية واحدة بالصلاة نيته تغيرت، صارت نيته لأجل أن يشوفون الناس، ثانية واحدة صلاته باطلة، مو بس باطلة، يدخل جهنم، يصير مرائي. إذا واحد ناوي يصوم 17 ساعة من طلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس الشرعي، زين، في لحظة نيته تغيرت، قال هسه أروح أشرب مي، بعدين قال لا ما أشرب مي، هالثواني اللي قلت أروح أشرب مي بدون عذر، صومك صار باطل، لازم هذا الصوم تعيده بعدين، ولو ما شربتها تندمت، صومك باطل بالصوم الواجب. شوفوا إخواني أكو مسائل دقيقة، الإنسان المؤمن في حياته وفر بنيتك. أولا أئمتنا يقولون الإخلاص، هذا واحد. ثانيا اطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك مع أهل الصلاح. يعني إلهي أنا ما أقدر أروح في جبهات القتال، ولكن إذا كان بي قوة وشدة وما عندي مشاكل شد أروح، الله يكتب لك من المجاهدين. إلهي أنا ما عندي فلوس أبني هذا المسجد، رحم الله والدي اللي بنى هذا المسجد، يا ريت أنا كان عندي أبني هذا المسجد، الله يكتب لك بانيا للمسجد، يوم القيامة تحصل لك هذا الأجر. النية شنو؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن الإنسان إذا نوى خيرا وحسب نفسه مع أهل الصلاح والفلاح. الآن صديقك أفرض من خراسان يخابرك يقول لك اليوم رح نزيارة الإمام الرضا، أنت بقلبك تقول يا ليتنا كنا معكم، الله يكتبك من زوار الإمام الرضا. هذا اللي كل ليلة مستحب تقرون، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. وزين احنا ندري اكو حكومة مانع السفر، حاج ماكو وغالي، وانا الفقير اللي ما عندي خبز اكل، شلون اعلي هذا الدعاء؟ ادعي لو ما ادعي، ادعي وش يصير؟ الله يكتب لك ثواب الحج، لان نيتك اذا ما كان اكو مشاكل، اذا كان عندي فلوس، اذا 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 كل المشاكل تنحل، شي تروح للحج مستحب. كل ينهم اقروا وكل ينهم الله يعطيكم الحج، عجيب. اي نعم، رواية الإمام الصادق عليه السلام، الإمام قال من قال كل ليلة قبل النوم 100 مرة لا إله إلا الله بنى الله له قصرا في الجنة، قصرا في الجنة. في رواية أخرى الإمام يقول أصغر قصر في الجنة أكبر من الدنيا وما فيها. هسه هنا أنا أكو بحث علمي الوقت، يعني أنحرف عن حديثي الأصلي، يعني شو سوى أنا قصر أكبر من الدنيا وما فيها، شو سوى به هذا القصر؟ وبعدين مثلا من صلى صلاة هذه الليلة بنى الله له قصرين من الذهب، قصريا من الذهب كل واحدة أكبر من الدنيا وما فيها، زين احنا ايش قد محتاجين؟ سؤال هسه هذا بين قوسين على السريع أجاوب. شوفوا إخواني احفظ النسب والتناسب، على السريع أقول هذه يحتاج لها شهر كامل رمضان أحكي حوله. الإنسان في بطن أمه ايش قد يحتاج مكان؟ يحتاج مكان بمقدار كرة قدم، هاي طوبة بس. ولمن الإنسان في بطن أمه يتصور الله ما خالق أكبر من هذا المكان، لأن عقله مو أكثر من هذا،
فلما كمل المدة المعينة بعد 9 أشهر بالرواية يأتوه الملائكة يقولون له: يا ابن آدم أخرج. إلى أين أخرج؟ أخرج إلى الدنيا. يقول: الدنيا يعني شنو بابا؟ دنيا مكان كبير ما يفتهم. يقول: يعني بقيت بطن أمي. شوفوا، يمثل واحد من علماء الهند عنده كتاب، نعم نسيت اسم الكتاب اللي كاتبه، يجين تخون الذاكرة. في هذا الكتاب يقول يوم من الأيام ضفدعة كانت عيش خارج البحر في حفرة مي. يوم من الأيام ضرب المد صعد، فسمكة واحدة اجت طاحت بالحفرة، صارت ضيفة على الضفدعة. زين، كليلة ودمنة، ها كتاب كليلة ودمنة. السمكة لما اجت الضفدعة قالت: منين جايتي؟ السمكة قالت: انا جاي من البحر. الضفدعة ما كان شايف البحر، قالت: بحر يعني شنو؟ قالت: بحر مكانه وايد بيه مي. الضفدعة فتحت ايديها قالت: يعني هلقيت؟ السمكة قالت: لا عمي اكثر. الضفدعة فتحت ايديها ورجليها قالت: يعني هلقيت؟ قالت: اكبر اكثر. الضفدع قالت: يعني بقت هاي الحفرة اللي أنا عندي؟ قالت: يا عمي أنت ما تفهمين ما هو البحر إلا أن تجين تشوفين وتصدقين شنو البحر. عرفت شنو أريد أقول؟ إحنا البشر يوم اللي كنا في أرحام أمهاتنا وجوا الملائكة وقالوا لي تعال إلى الدنيا، شي تقول يعني الدنيا بقت بطن أمي؟ بابا أكبر، يعني مرتين بقت بطن أمي؟ أكبر أكبر أكبر. ما تفهم إلا أن تجي للدنيا وتفتهم الدنيا شقد كبيرة. الآن أسألكم يا عقلاء، أكو تناسب بين كرة قدم وبين هاي الدنيا العظيمة؟ لا. زين، إذا الآن قالوا لك في هذا البيت أقعد لا تطلع برا، مسجون أنت ببيتك، بيتك 1,000,000 مرة أكبر من بطن أمك، قليل الضوج تطلع برا؟ ممكن الإنسان يموت من القهر. زين، يقول لك لا، ما إلك حق تطلع من الولاية، يعني أنت في مدينة كربلاء مسجون في حدود كربلاء، لا تطلع أكثر، هم الضوج. ليه؟ مدينة كربلاء كم مليار 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 مرة أكبر من بطن الأم، قليل علي. هاي الدنيا تنتقل منها إلى عالم البرزخ. عالم البرزخ للمؤمنين إخواني لا تخافون، أعطيكم وعد، مو أنا رسول الله، يقول الدنيا سجن لكم، تريتوا في سجن الآن، هاي الدنيا بكبرها مو كبيرة، سجن المؤمن. إذا الإمام الحسين عليه السلام قال لأصحابه، قال بالموت بالشهادة في سبيل الله تنتقلون من هذا السجن إلى تلك الجنة، يودوكم إلى مكان لا يقاس بالدنيا. قياس الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، يعني إلى عالم البرزخ، كقياس الدنيا إلى بطن الأم. شفتوا السجن؟ الدنيا صغيرة، سجن، تصور جنة مو جنة. حتى لو عندك هنا قصر 100,000 متر مربع ولا شيء، تروح إلى عالم البرزخ. عالم البرزخ ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية. نعم، مع أمير المؤمنين، مع البيت السعيد. مع الأسف ده أنحرف عن حديثي الأصلي، أنه بس حلو الحديث، خلي أكمله. هناك الإنسان في عالم البرزخ يحس شيء ثاني. الله بالقرآن يقول: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. ما تدرون شنو هناك. في سورة ياسين اقرأ قضية هذا المؤمن، قال: يا قومي، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت تفهمون أنت يا قوم بما غفر لي وجعلني من المكرمين. فالكرامة عندك أنت المؤمن، لما تغمض عينك ما تدري هناك شنو حقك، ما تدري. أنت مثالك مثال الضفدع اللي عايشة في هاي الحفرة شوية بيها مي، تصور عمي روح البحر شوفه، ثم ماكو قياس بين البحر وبين عالم الحفرة، ماكو قياس بين الدنيا. يا الله، ما ادري تسد تسجيل اكله ولا. اللهم صل على محمد. زين، بس احنا ما نقطع الحديث. ماكو قياس بين عالم الدنيا وعالم ما بعد هذه الدنيا وعالم البرزخ.
شنو القياس؟ ما نفتهم صراحة. أقول لكم إلا أن تروحون تشوفون، لما تروحون هناك، هاي الرواية أقرأها بالمناسبة في المصدر معطيكم إياه في كتاب صلوا على محمد وآل محمد. في كتاب لآلي الأخبار للمرحومة ويسركاني، في كتاب لآلي الأخبار يذكر هاي الرواية. سأقول هاي الأشياء، الكلام البحث يجر نفسه. الإمام الحسن العسكري روحي له الفداء، إمامنا الحادي عشر، يقول في آخر سكرات الموت للمؤمن، أنا ما عايله غير المؤمن، أنتم المؤمنين هاي بشائر لكم، للمؤمن يأتوه ملائكة. رواية عن الإمام الصادق أيضا تشير إلى هذا الموضوع، أنه لحظة سكرات الموت يرى المؤمن أربعة من الملائكة لأول مرة. ما صور أنا بينا واحد شايف الملائكة، ما شايفين، راح تشوفون موجودات بس بأجمل ما يمكن يجوكم. أنتم المؤمنين هذا غير المؤمن غير شكل، ملابس نظيفة، وضع معطر، وجوه حلوة، يجون يمكم تستبشر تستبشر، يجون يمك. واحد يقول لك يا ابن آدم، يا مؤمن، يا ولي الله، عمرك انتهى، أنا كنت الملك الموكل بطعامك من لحظة اللي انولدت، رزقك كان مضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب الله يحلف، فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شلون انت شوي شوي فتحت لسانك؟ من الله فتح لسانك حجيت؟ رزقك من اللحظة اللي تولد يجي الرزق إلى لحظة اللي تموت، فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كلام كثير هنا موجود، زين، هذا رزقك، رزقك مضمون، ولكن يا ابن آدم، يا ولي الله، الآن انتهى رزقك من الدنيا، هاي آخر حبة اللي أكلتها، بعد ما تقدر تأكل، يسد الفايل مع الرزق. الإمام الصادق يقول لو اجتمع أهل الدنيا كلهم على أن يطعموه حبة قمح، بعد ما يقدر يأكل، وحتى لو تخلي بحلقة ما ينزل. صلوا على محمد وآل محمد. زين. الله، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. طيب الملك الثاني يقول يا ولي الله، ده أقول أنا للأولياء، ها أنتم المؤمنين، يا ولي الله، وكنت أنا الملك الموكل بشرابك من لحظة ولادتك إلى هاللحظة، شنو كان رزقك من المشروبات بالدنيا؟ إش قد لبن، إش قد حليب، إش قد ماي، إش قد كذا، هذا كله أخذت رزقك، فإن الرزق مضمون، حقك موجود. هذا الثاني. الملك الثاني، الملك الأول يقول أنا كنت الملك الموكل بطعامك، الثاني يقول بشرابك، الثالث يقول يا ابن آدم وكنت أنا الملك الموكل بعملك من لحظة البلوغ، غير البلوغ الله غفور رحيم، من لحظة اللي بلغت يا رجل يا مرأة، الرجال إذا كمل 15 سنة صار 15 سنة ويوم يصير بالغ، بعد كل شيء واجب عليه، البنيهم لو كملت 9 سنوات عمرها 9 سنوات ويوم صارت بالغة. زين، شنو صدر من عندك؟ إن شاء الله كلها خيرات، وإذا هم لا سمح الله واحد عنده عمل شر يستغفر الله، ما بشي. الآن آني مو معصوم، بني آدم خطاء، اليوم كذبت، اليوم غبت، اليوم هذه الأشياء اللي صدرت من عندكم استغفر الله سبحانه وتعالى. زين، أكو طرق للخلاص من الماضي. قبل ما أكمل هاي رواية الإمام الصادق عليه السلام، عندي فايل أقول على نفسي مليان بالمعاصي، زين، والحل؟ الحل أنه منطيك الأئمة عليهم السلام طرق سهلة جدا، مثلا هالليلة بي عمليا
العمل الأول تصلون 4 ركعات، كل ركعتين بتشهد السلام، كل ركعة بعد الحمد 13 مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر. يا أخي أسهل من السهل، أسهل من السهل. هذا الثواب العظيم اللي أنا سجلته لكم. الإمام عليه السلام يقول: بنى الله له في جنة عبد قصري ذهب وكان في. عجيب هاي الرواية يا مؤمنين يا مؤمنات، يا من يسمع صوتي، وعد، وعد من أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ما يكذب. ومن صلى صلاة هذه الليلة كان في أمان الله تعالى إلى شهر رمضان مثله. والله كورونا ما تأخذ، سرطان ما تأخذ، مرض السل ما تأخذ، في أمان الله. في أمان الله يعني سيارة ما تدحسك، أمن وأمان. وعد اللي يصلي صلاة هذه الليلة. الصلاة الثانية يمزقون كتاب السيئات، خلص صفحة جديدة، بالعراقي يقول من جدة وجديد. هاي شنو صلاة هذه اللي هاي الصلاة الأولى قلت، الصلاة الثانية صلاة ليلة الثلاثاء هالليلة ركعتين. الركعة سهلة بدقيقتين، الركعة الأولى بعد الحمد مرة، الركعة الثانية بعد الحمد 7 مرات، قل هو الله أحد. بالله عليكم صعبة لو سهلة؟ يا أخي يا أخواتي لا تفوتكم، ما ندري شو يصير بعد لحظة. هذا أبو رضا قدامكم صورته، أول البارحة بالليل هنا كان ويانا، البارحة بالليل قالوا لي راح تحت التراب، رحمة الله عليه. شو يصير بعد لحظة؟ الله يرحم حج جواد مؤذن. الموت بحر موجه طافح. هاي كلمات حج جواد بإذنها ما أنساها، كان يقراها بمنارة الإمام الحسين عليه السلام. هذاك اليوم كربلة صغيرة، كل كربلة كان يسمعون. الموت بحر موجه طافح، يغرق فيه الماهر السابح. أكبر سباح يغرق بهذا البحر. ويلك يا نفس قفي واسمعي، مقالة قد قالها يا ناصح. لا ينفع الإنسان في قبره. الله يرحمه ويرضاه، شنو يفيده؟ إلا التقى والعمل الصالح. إلا التقى والعمل الصالح. هل ركعتين هالليلة صليها؟ ال4 ركعات شوية صعبة، تأخذ 10 دقائق وقت. الركعتين دقيقتين تأخذ وقت. يمزقون كتاب سيئاتك، كله يصير حسنات. يعني إذا من أنا إلى باشر أقول على نفسي أنا متيت، إن شاء الله عمركم طويل إلى جنات النعيم. نرجع للحديث، كتاب لآل الأخبار. الإمام الصادق عليه السلام يقول الملك الثالث يقول: يا ابن آدم، وكنت أنا الملك الموكل بعملك، إن خيرا فخير، نعوذ بالله إن شاء الله بعين عنكم، وإن شرا فشر. إذا هم كان عندك شر استغفر الصلاة هذه الليالي، خلص كل نظافة كل حلوة. فايل أبيض هذا الثالث. الملك الرابع يقول: يا ابن آدم، هذا صديقنا ملك الموت عليه السلام، يقول: يا ابن آدم، وكنت أنا الملك الموكل بنفسك، بس يسد الإضبارة نفس، لا يصعد لا ينزل. خلاص هاي الحياة اللي نعيشها، وهاي النهاية، بس إن شاء الله اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. طيب
يكمل هذا الحديث كلام إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه. الإمام العسكري يقول لما يجي هذا الملك الرابع وهو ملك الموت، إلك أنت المؤمن، ها أنت المؤمنة، يا ولي الله جاهز؟ جئتك قابضا. صدق إذا أنا بعد ساعة إجاكم جاهز إن شاء الله؟ يقول إيه جاهز، يلا نبدأ. شوية ينكم وش هذا الإنسان المؤمن، لما تحزن؟ ليش؟ لأوديك إلى جنة. يقول يعز علي فراق بيتي بلدي جيراني، يعني تعبت 60 سنة 70 سنة، بنت لي قصر، هاي غراضي هاي بيتي. يقول انظر إلى يسارك، شوف، ينظر إلى جنة ورضوان وروح وريحان لا مثيل لها في الدنيا. عم شنو بيت حي الحسين؟ شنو الكرة الأرضية؟ أوديك هناك. يقول إيه حلو زين نبدأ. بس يجي ملك الموت هم يكش، مما تحزن؟ يقول أحزن لفراق الأحبة. هذول عمر عشت ويا زوجتي، عمر عشت ويا أولادي، أصدقائي أحبابي، ده أفقدهم. الإمام علي عليه السلام عنده كلمة حلوة شباب، يقولون كلمة أمير المؤمنين، يقولون إن الموت صعب على الفتى، مفارقة الأحباب والله أصعب. زين ملك الموت شوي يريد يريح قلبك، ها ملك الموت يقول لك أنا زعلان، ده أخذك من أولادك من أحبابك. انظر إلى يمينك، لما ينظر إلى يمينه ينظر إلى جمال وجه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى أمير المؤمنين وإلى الطيبين من عترة رسول الله. يقولون أبو رضا إلينا، نانا بعد ينسى أصحابه، عرفت؟ ما سامعين هذا المثال الشاف، أصحابه ينسى أحبابه، ينسى مرته وأولاده، إيه يودوني عند الحسين. أنا طول عمري قلت يا حسين. إيه نعم. يقول زين هسه جاهز؟ هنا يبتسم المؤمن، هاي علامة المؤمن، يبتسم ويعرق جبينه. هذا عرق شنو؟ هذا عرق بارد، لو تخلي إيدك شو مو حار، هذا عرق الخجل، يعني يستحي. أنا وين؟ الحسين وين؟ ده يودوني عند الحسين. يعرق جبينه ويقول الآن طاب لي الموت. هنا الإمام الرضا عليه السلام يقول كما تنامون تموتون، سهل لكم أنتم المؤمنين. ملك الموت قدام عينك، يروح بذاك البستان اللي على يسارك، يجيب لك باقة ورد يخليه خشمك، تشتم خلص، أنت من صلب جسمك من الصلب إلى رضوان الله، إلى روح وريحان وجنة ورضوان. زين الآن كملت هذه الرواية، أرجع إلى الحديث البحث العلمي مالي. الظل يراوي ماذا عن ذي الظل؟ قلنا بأنه توفير النية تكون أولا عن طريق الإخلاص لله في جميع الأعمال، مو مهم الناس قالوا شكرا أو ما قالوا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا من تقول، مو مهم، سوي شغلك، سوي شغلك، اخدم الناس لله، الله يساعدك، الله ينطيك. حقيقة شلون أخلاق حلوة، بعض الناس أشوف طالع باب بيته ينظف قدام وينظف بيت الجيران، هم ما يكنسه وش خسران، هم يجيب المحبة، هم هذا العمل مستحب، خدمة جيرانك، عرفت؟ إجا أجل لكم الله هذا اللي يودي الزبالة النفايات، انطي جيرانك ما موجود رايح للسوق، شيل السطلة مال جيرانك انطي، تدرين ايش قد ثواب خدمة الجار. شو أسوي؟ هذا يحتاج إلى أيضا بحث مفصل، أنحرف عن حديثي. خدمة الآخرين، الإخلاص في العمل، هذا واحد. الثاني أن يرجو من الله ما يعمله الصالحون، يا ريت أنا كنت مثلهم، الله كان موفقني، الله ينطيك، هذا توفير النية. الثالث الذي جدا مهم،
الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا الإنسان الذي نوى الخير كل ما النية تكون أكبر العطاء أكثر. الله أكبر، نيتك شنو؟ واحد نيته يقول يا ريت كان عندي أبني لي مسجد أبو 100 متر، واحد يقول يا ريت كان عندي أبني مسجد أبو 100,000 متر، هاي نية أكبر، طموح طموح. ماكو أكو واحد يقول أني يعني الحمد لله على الله وعلى المعاش أصير لي موظف. أقول شو أنا موظف عمي، أنا أريد أصير فرد واحد أحصل أموال الدنيا حتى أقدر أخدم آخرتي ودنياي وأهلي وشعبي. طموح. شوفوا هاي شباب دارسين، ممكن أكو شاعر تونسي معروف اسمه أبو القاسم الشابي، هذا شاعر أشعاره أكثرها مواعظ حلوة أشعاره، يقول إذا ما طمحت إلى غاية، إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى، يعني أمنيات، ونسيت الحذر، وقالت لي الأرض لما سألت، يقول أنا سألت من الارتفاع من الأرض، وقالت لي الأرض لما سألت يا أم هل تكرهين البشر؟ شنو أجابت الأرض؟ وقالت لي الأرض أبارك للناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، هو الكون حي يحب الحياة ويحتاج تقر الميت المندثر. واحد قاعد ببيته قابع، لا شغل لا عمل، يقعد بالقهوة يشرب شاي ورا شاي، قاعد لما هذه بيد النرجيلة وما مهم عند الدنيا، الدنيا تكره هيك إنسان. الكون حي، هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت المندثر، فللكون يحضن ميت الطيور، أجمل طير بالعالم، أغلى طير بالعالم، إذا مات فلس ما يسوى، الذب بالزبالة. فللكون يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. تجيب النحلة على أحلى زهرة بالعالم بس ميتة، ما يجي النحلة عليها، النحلة وين تروح؟ تروح على الزهرة اللي بيها حياة. فللكون يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر، كذلك قالت لي الكائنات ونبأني سرها المستتر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ومن لم يحاول صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الإنسان الحي فلا بد لليل أن ينجم ولا بد للقيد أن ينكسر. حقيقة الإبداع أشعار هذا الرجل. الإنسان الذي نيته قوية، نيته أن أريد أن أنجي كربلاء من مشاكلها. رحم الله والديه هذا الاخ المحافظ، الذي هاي الخدمات اللي اشوفها انا قبل كنت اجي ماكو، الان الحمد لله الشوارع اللي بدطوها، هالمجاري اللي سووها، وان شاء الله اكثر. وايضا نشكر اخونا رئيس البلديه جزاه الله خيرا اللي يسوي هاي الخدمه، وان شاء الله نتمنى اكثر، عندنا طموح اكثر. كلبنا لازم تصير مدينه نموذجيه، هاي مدينه الحسين. يوم من الأيام أجي مسؤول كان من كربلة وصل إلى مقام عالي، قال له لكربلة، قال أسوي كربلة مثل تكريت، طيح الله حظك ولك اخدم بلدك، مو بس بلدك، هذا بلد العالم، بلد الحسين. الزائر لما يجي من أول كربلة لازم يشتم ريحة الورود مو ريحة الزبالة. الزائر لمن يجي إلى كربلاء لازم يكون أبرد مي عنده. جزاهم الله خير إخواننا الأعزاء في العتبتين المقدستين، سموفري هاللي الخدمات، جزاهم الله خير إن شاء الله أكثر. زائر الحسين عزيز عند الله. زائر الحسين، إذا أقول لكم الروايات حول زيارة الحسين وزوار الحسين، شنو مقامهم في الدول؟ تراب أقدامهم.
هالشكل لازم يكون. ولا بد لليل أن ينجلي، ما تبقى هالشكل يا أهل العراق. إن شاء الله الله ينصركم بشرط التوجه إلى الله، وإن عدتم عدنا. بابا نص القرآن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. هاي بعض آيات الصوم الله يذكرها بالقرآن، شهر رمضان يعني وقت شهر رمضان الذي أنزل. بعدين يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الله يقول وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هاي الرواية اسمعوها بالنص من إمامي وسيدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام علي عليه السلام، يقول اللي يسمعون صوتي بالعالم الآن، ولو أن الناس الآن الكرة الأرضية مبتلين ببلاء لأن أهل الكرة الأرضية انطوا ظهرهم لله، مو بس المسلمين، ما عندنا احنا زواج مثليين لا باليهود لا بالنصارى لا بالمجوس لا. شنو القضية؟ أكثر بلاد أوروبا رايح بعيني شفت فيها مظاهرات، منو هذول مثليين؟ مثليين مع شنو؟ قانون، نائب، مجلس يؤيدهم. نعوذ بالله. الله اشتوى بقوم لوط، الله يقول فدمرناها تدميرا. يا عمي الله غضبان على البشر لأن ما يستحون. يعني شنو مرة أم 50 سنة تتزوج ويا مرة أم 40 سنة؟ يعني شنو رجال أبو 60 سنة يتزوج ويا رجال أبو 50 سنة؟ شنو هالمهزلة؟ يعني شنو الشباب المسلمين يطلعون هالقصات الشعر النسائية المضحكة مضحكة؟ جايب حرم الحسين حاط على راسه هالشكل مثل سلة فواكه، شنو هاي؟ وليش هالمسخرة؟ ليش ما عندكم أصل من نفسكم؟ أنا ما علي بقصات شعركم كيفكم، ولكن يا عيني شوية مراعاة، شوية دين، شوية تقوى، شنو هاي؟ ولد شاب جاي مثل بنات، والله قبل يوم كم يوم بالحرم شفت في البنية بدون حجاب، ردت أروح أقول حج، قالوا لها ولد مو بنية. يل ما يستحي، يل ما يستحي، بنية 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 بدون حجاب طلع ولد. شنو هالمسخرة هاي؟ لعن الله رسول الله يقول أحد لا يزعل من عندي، لعن الله من تشبه من الرجال بالنساء، ولعن الله من تشبهت من النساء بالرجال. معيب؟ فكن رجلا إن تمضى أثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر فيه جديد. افتخر برجولتك، وانت المرأة المؤمنة افتخر بأنوثتك. كوني مرأة بما في الكلمة من معنى، كوني أم. مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا صالح الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى. مقام الأم ضاع، مقام الأب ضاع، مقام الشباب ضاع، مقام البنات ضاع. ابنية طالعة يعني محجبة، بارش عن العباس عليه السلام كل مفاتن جسمها مخبرة، كاسيات عاريات. شنو معنى كلام رسول الله؟ كاسية ولكن عارية، لأن كل مفاتن جسمها مخبرة. هذا الشعر مسويته كوافير. يا الله، يأتي زمان على أمتي نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف ألا فلعنوهن فإنهن ملعونات. والله أنتم الآباء مسؤولين، انتوا الازواج مسؤولين. هاي شعرها مسويتها هيك الكوافير وفوقها حجاب، ولكن اللي يشوفها
على رؤوسهن. أسلم جميع سنام سنام سنام. البعير يقولوا له سنام، هذا ظهر العالي. عود البعير الضعيف سنامه يكون أحلى. على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. بنطلون ضيق، قميص ضيق، مفاتن الجسم مقابل عين الزلم. وإسلاما وإسلاما. بابا يا سنة يا شيعة يا مسلمين، ما علي بمذاهبكم، ضاع دين رسول الله. اسمعوا كلام أمير المؤمنين عليه السلام: ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم. الآن مو نقم، اسألوا من الشياب. وأنا أذكر أبائي أكثر يذكرون بكربلة كان بيض الدجاج 10 فلوس، يعني كل 100 بيضة بدينار. الآن كل 4 بيضات بدينار، صحيح لو مو صح؟ الآن في زمان بكربلة كان الخبز 5 فلوس، يعني كل 200 قرصة بدينار. الآن كل 6 قرص بدينار. ليش راح الخير؟ كربلة كانت الفواكه، ولا تحكي على برتقال كربلة ما شاء الله، كان يغطي كل كربلة ويطلع برا بعد. الآن بكربلة ناكل برتقال مصر. صدق كذب؟ هذا نقمة، بلاء بلاء. فوق 40% الزيجات تصير طلاق. يشهد الله ما كنا نسمع مورد واحد رجال مطلق مرته. الآن 40% كل سنة كم شاب؟ 40% طلاق. أقل شيء ابني يطلقني والرجال. شنو هالحكي؟ ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم. راحت النعم. زين شو نسوي يا أمير المؤمنين؟ فزعوا إلى ربهم. اجوا في شهر رمضان قالوا يا الله. هذا آخر المجلس من أقولك أنا ما أقول، الله يقول، يقول فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا. تضرعوا شنو معنى يا عرب؟ تضرعوا مأخوذ من كلمة ضرع. ضرع يعني ضرع الناقة، ضرع البقرة. هاي ضرع البقرة لما مليانة بالحليب، مليانة تشوفها، بس إذا هالشكل ما تسوي ما ينزل الحليب. صحيح لو مو صحيح؟ تضرعوا. الإمام الباقر يقول يعني ارفع إيدك وحرك أصابعك، هذا تضرع. هذا الله سبحانه وتعالى يحم هاي الحالة. تضرعوا إلى ربكم، قل يا الله من سويداء قلبك، مو قاعد شبعان ماكل بقلاوة. يا الله يا الله، هذا يضحك على نفسه. إذا قلبك محروق تقول يا الله، تسمع الجواب. أمير المؤمنين يقول إذا المؤمن 10 مرات قال يا الله، أنا علي بن أبي طالب أقول ويا إلهي آمين. زين الرواية: ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بالصدق. ها، بصدق من نياتهم. وفر إلهي، وفر بلطفك نيتي. 1350 سنة قبل زين العابدين يطلب من الله. فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم وولهن في قلوبهم لرد عليهم كل شارد. اللي راح يرجع. وأصلح لهم كل فاسد. الرواية في نهج البلاغة من أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما يكذب أمير المؤمنين. تعالوا إلى الله. شلون نجي إلى الله؟ الآن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد عندكم كم صديق عنده، شجعوه جيبوه. ما أقول مجلسي، مجالس الدين، مجالس التقوى، جيبوه. عشاء ينطوكم، سحور ينطوكم، بقلاوة ينطوكم، احترام يحترموكم، يعدلون معاكم قدام. ايش يترد من الله؟ نتيجة الجنة. شجعوا شبابكم، كل واحد معكم كم ولد عنده، جيبوا أولادكم، جيبوا بناتكم. أكو مكان مخصص لأخوات المؤمنات. تقول من لحق ينزل لا سحور هنا تاكلون طعام الحسين أحسن من سحور بيتك. شنو المشكلة؟ ليش واحد ما يشجع الثاني؟ ليش الناس تركوا؟ الغفلة عن الله، الغفلة عن دين الله، نتيجة شنو يصير؟ تروح النعم. ولئن كفرتم إن تأكيد عذابي، ما يقول شديد، لا شديد. الله سبحانه وتعالى ينتقم. إذا الناس توجهوا إلى الله، يعني أدري إيه طريق الحق قليل، ربع الحق قليلين حقيقة. هذا واحد من
علماء الكويت الله يرحمه مات بالانفجار اللي صار. إلي قال لي كنا راكبين بطيارة أنا وياه طالعين من بيروت إلى القاهرة إلى مصر. قال سيدنا هو قال لي الله يرحمه الآن تحت التراب. قال سيدنا يوم من الأيام أنا كنت قاعد ويا عبد الباسط عبد الصمد القارئ القرآن المعروف من بيروت إلى القاهرة على نفس هذا المسير. ده يسولف لي. قال عبد الباسط التفت قال لي قال شيخ يوم من الأيام أنا والمطربة الفلانية أم فلان المصرية المعروفة أنا وياها كنا قاعدين في طيارة من مصر إلى الدار البيضاء إلى المغرب. يقول التفت لي هي المطربة المعروفة وما أجيب اسمها قالت لي شيخ عبد الباسط أنت نجم وأنا نجمة ربعك أكثر له ربعي. قلت لها ربعي أنا قارئ القرآن القرآن كتاب المسلمين. ضحكت قالت زين خد نوصل إلى الدار البيضاء كازابلانكا هناك أقول لك ربعك أكثر له ربعي. يقول هبطت الطائرة في مطار كازابلانكا اجت سيارة من الأوقاف المغربية نفر يعني قالوا أهلا بالشيخ قعدوني ودوني. أما من المطار مطار دار البيضاء إلى الولاية 40 كيلومتر طريق تقريبا آلاف اللافتات مرحبا بكوكبة الشرق. تدري لو لا ربع الفسق والفجور أكثر ربع الدين والتقوى والقرآن أقل ولكن تعالوا صيروا وقليل من عباد الشكور. جيبوا أولادكم جيبوا بناتكم شجعوهم مو تجي بس لي لوحدة جيبهم كلي لعزيزي. ما أدري ما أضمن نفسي إحنا السنة الجاية موجودين ميتين رمضان الجاي أحياء أموات لا يفوتكم هذا الثواب العظيم هاي المجالس اللي الله يحبها الحسين يحبها. سلام الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. الإمام عليه السلام يقول إحنا في مجالسكم نحضر في مجالسكم أرواحهم الطاهرة في هذه المجالس. الله يرحم مرحوم الشيخ عبد الزهر الكعبي صوتي اللي يسجل أنا سمعته بأذني يا مسلمين العالم شارع القبلة كان أكو بيت للمرحوم آية الله العظمى سيد حسين الحمامي المرجع كان من كبار العلماء ما علينا شارع القبلة عصر محرم شيخ عبد الزهر هناك كان يسعد المنبر 10 ليال. فاليوم أنا ويا مرحوم أخوي سيد علي رحمة الله عليه رحمه أنا ذاك اليوم كنت صغير أصغر من هسه شيخ عبد الزهر على المنبر قال شيخ عبد الزهر قال الليلة الماضية رأيت فاطمة الزهراء في عالم الرؤيا. قلت لعبد الزهر باكر تقرأ أشعار أنا الوالدة ببيت ابن حسين هذا النص ابن حسين بالمعنيين مجلس ابن حسين عن مجلس الحسين مجلس ابن حسين عن سيد حسين الحمامي اثنينهم صحيح وصير الشيخ عبد الزهر وذاك الصوت بعد إن شاء الله الله يعوضهم يجون بالمستقبل شباب صوت الشيخ عبد الزهر وإخلاص الشيخ عبد الزهر رحمة الله عليه وبدأ يقرأ هاي الأشعار. الشعر اللي موقع عليه فاطمة الزهراء شنو أنا الوالدة والقلب لهفان حافظيها كلكم أهل كربلاء أنا أدور عزبني وين ما كان. يعني فاطمة الزهراء تجي بهذا المجلس إيه والله أخواتي المؤمنات اعرفوا قدر أنفسكم سيدة الزهراء في مجلسكم سيدة الزهراء سلام الله عليها هي الذي صاحبة العزاء. إن شاء الله لا يفجعك بعزيز بس إذا لا سمح الله واحد من عندكم مات أنتوا أولاده توقفون يم الباب إلي يجي تقولوا لأهنا وسهلا أشكركم جزاكم الله خير. هذا مجلس عزاء الحسين من يوقف عند الباب من يقول أشكركم. أنا يقين عند الإمام الحج عليه السلام واقف يقول أشكركم. أنا يقين عندي أخواتي المؤمنات السيدة الزهراء سلام الله عليها واقف تقول أنا أشكر يما يا يما يا يما يا يما يما أنا وقت الذبح ما حضرت يمك أنا وقت الذبيح ما حضرت يمك وتوادعك يا ابني وشمك
أنا لو يا ردي يا حسين يا ابني يا ابني يا ابني يا ريت ذبحك ذبحني يا ريت ذبح يا 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 ذبحني ايدي سعدني على ابني يلتحبني. قول لبيك مولاتي يا زهراء كن خدامج. ايدي سعدني على ابني يا 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 التحبني انا الوالد والقلب له انا ادور عزبني ويان ما تشرى اوايا لي على من اللي ما تعطشرى ولعبت عليه الخيل ميدران والله صعب علي ابقى هذه الابريات. سيدتي يا زهرة انت تحبيهم انا الوالد المذبوح ابنه انا الوالد المذبوح ابنه طول الدهر ما قال حزن اوالي سبعين جثة بدور جن اي على القاع ما واحد دفنهر والله على القاع ما واحد ابكي على مصابه ابكي الصبح ومسية مأجورين ان شاء الله ساعد الزهراء ابكي على مصابه ابكي الصبح ومسية ابكي وساعد بالبكاء يا الزهراء تسمع ما زال تندب ما زال تندب يا ضحايا الغاضري يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين الله فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي يا الله كل أمل باستجابة الدعاء. المجلس اللي بيه دمع الدعاء مستجاب. واحد من أولياء الله كان يقول شوية بإيدكم أخذوا من دمعكم ومن عرق جبينكم ارفعوا إيدكم نحو السماء. هاي الأداة لها قيمة عند الله. دعاكم مستجاب. هسه وقت التضرع. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء